والى اخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكه اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 1877 حاله جديده ليرتفع اجمالي عدد الحالات المؤكده بفيروس كورونا في المملكه الى 85,261 حاله فيما سجلت 3559 حاله تعافي جديده ليصل عدد المتعافين الى 62,442 حاله تعافي بحمد الله كما تم تسجيل ثلاث وعشرين حاله وفاه جديده ليرتفع اجمالي الوفيات الى خمسمائه وثلاث حالات وفاه رحمهم الله جميعا